ان شاء الله نبقى موفقين. احنا لعبنا الوداد وقعدوا حافظينهم وهم حافظيننا، لكن كل مباراه ليها ظروفها، خلي بالك كل وقت خلاص يعني المواضيع دي يعني قلت مش زي زمان، لان اعتقد انت شفت يعني النهارده الحكم كويس، لكن هو في الاخر تعاطف بقى مع النتيجه شويه، ابتدى يعني مش عاوز بقى يصفر يعني، فالنتيجه بتاثر. فاعتقد احنا نفكر في المباراه الاولى، نفكر فيها بشكل كويس ان شاء الله، نفكر فيها ان نبقى موفقين فيها في نتيجتها ان شاء الله، ونبتدي نفكر. لكن خلي بالك التملي، انا باكد ان المباراه ديت الحسم بيبقى في المباراتين، يعني ما بتحسمش من مباراه، استحاله تتحسم من مباراه، فالحسم هيبقى مباراتين. نتمنى ان شاء الله الخطوه الاولى تكون في صالحنا ان شاء الله، وتساعدنا في الخطوه الثانيه باذن الله. حسام، اخر رساله للمتحدث الاعاقه اللي كان في الملعب النهارده طبعا انا سعيد بيهم، لكن هو في حوار بيني وبينهم بشكل متواصل، وبيجي يحضروا التدريبات. لكن النهارده شفت وجوه جميله ووجوه جديده، اول مره اشوفهم، لان في طبعا وجوه بشوفها بشكل مستمر. لكن انا في يعني صوره مع واحد منهم ووعد لي، اتمنى ان انا اوفي بوعدي ان شاء الله. اتفضل. محمود ماهر، مراسل موقع البطولة المغربي، الزملاء في المغرب بيسألوك المباراة القادمة مع الوداد هل هتكون مختلفة عن المباراتين اللي لعبوا في دور المجموعات؟ الأهلي خسر وكسب في المباراتين. تمام. السؤال الثاني، نقطة التحول في الموسم أو أداء الأهلي، لأن النهاردة الأداء كان خرافي أمام أيضا نادي المصري في نهائي الكاس، وكان خرافي ايضا في المباراه الماضيه امام الترجي. فايه نقطه التحول اللي حولت اداء الاهلي بالشكل يعني؟ ما جاوبوا بيلعب كوره مختلفه عن المباريات. طب ما جاوبوا عليها انتوا شويه يعني. تبقوا تجاوبوا عليها انتوا شويه يعني، انا عاوز احول السؤال ده يعني. احوله لكم انتوا شويه تبقوا تجاوبوا عليه يعني. اسال حضرتك ايه السر؟ سر الاداء التحول ده، هل حضور الجماهير السر طبعا. لا، احنا الاحتراج لعبنا بدون جماهير. الترجي لعبنا بدون جماهير. انت بتتكلم عن ماتش الترجي في تونس؟ لا يعني كان في جماهير طبعا، لكن كان العدد القليل اللي موجود كان بيضاهي، وكان بيحاول يبقى صوته اعلى من جماهير الترجي. يعني كان عندنا تقريبا بتاع 300 او كانوا بيحاولوا يبقى صوتهم طبعا، وكان ليهم طبعا عامل، لان كان الاستاذ زيتش اكيد طبعا، اكيد 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 طبعا. ودي كانت خطوه موفقه مننا فعلا، ان احنا، لان دي خلي بالك كانت دافع كبير جدا لينا قبل ما نروح مباراه الترجي. وتملي بقول الجماهير ليها عامل كبير جدا طبعا في الدوافع اللي موجوده عندنا، وان شاء الله باذن الله بوعدهم ان شاء الله برضو ان هيبقى ليهم دور معانا قبل النهائي ان شاء الله، يبقوا موجودين باذن الله. وهننسق الكلام ده. الجماهير طبعا ليها دور كبير، لكن انت بتتكلم على الاداء ده بتبقى منظومه، لاعبين وجهاز ورغبة وإصرار والتزام وحاجات كتير. يمكن في البعض الأوقات بنختلف مع بعض، لكن أنا بعمل الصح، أنا عادل وما عنديش إلا مصلحة الفريق، وبحب اللي بيشتغل يبقى راجل عنده التزام وراجل سيريس، واللعيبة بتتحول بالشكل ده، فبالتالي بتنعكس على أدائنا بشكل كبير جدا. بتشوف اللعيبة كلها عندها التزام، عندها رغبة. فاكيد، لان لعيبه النادي الاهلي، انا عاوز اقول لك حاجه، تملي في اوقات كتير وهم واقفين قدامي في التمرين بقول يعني كل واحد منهم فعلا جدير ان هو يرتدي فانيله النادي الاهلي، لكن الالتزام والرغبه مهمه جدا، لان فعلا هم افضل لعيبه في مصر، فما بيبقى عندهم الكلام ده، وهو موجود عندهم الحمد لله، واحنا بنحاول، لان دي ثوابت موجوده، مش عشان انا موجود، لكن انا بصر عليها، لكن ثوابت موجوده من زمان في النادي الاهلي. واكيد طبعا العامل الفني وتفكيرنا واستخدام اللعيبه دي بافضل ما يكون، واختيار الافضل ليهم، وتكرارنا في الشغل طبعا ليه عوامل، لان الكلام ده ما بيجيش كده طبعا. وفي بقى، هل ده رد اعتبار النهارده من النجم الساحلي؟ عاوز اقول لك رد اعتبار، مش عشان المباراه اللي فات يعني، انا وانا بحضر فكرت في 2007 يعني، وانا بفكر في 2007 لان انا كنت موجود، أنا كنت موجود في 2007، كنت موجود مدرب عام في الجهاز، في حاجات كتير بتخلي عندك دوافع يعني. وخلي بالك لازم أي مباراة مع أي فريق يبقى عندك دوافع وعندك التزام، مش مع الفرق الكبيرة بس، مع الفرق، أي فرق يبقى عندك دوافع وعندك التزام، وده اللي موجود عند فرقة النادي الأهلي. عشان كده بتلاقي برضو ده جزء، لأن الفنيات ليها دخل طبعا، هي عاملة، مش عملية روح بس،
عمرها ما بتبقى روح بس يعني. فهي ده التحول اللي بيحصل، وان شاء الله اتمنى من ربنا فعلا، بتمنى من ربنا ان انا البطوله دي تبقى عندنا وتبقى دي هديه الجماهير من الاهلي. شكرا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني سمعنا كابتن حسام بدري وسمعنا